أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته لرب حسن أفندي السلطان بيو السالكين أبو الدئيخة الدرسل روك أنا روسا بثارو ليل هيب درس تسأل الله قن نتشونك أنا مهبد أريقة تسلو حسن أفندي السو زماني أسلو تسوتسو شاعي جندي ويردال تولي وجندير أستار عليه الصلاة والسلام جيوغو أوارغو جين أبون جارال شاعي تسوتسو روغيلا جندير زماني سلسلين أبون خا هتسنجي هز هوكيني نوك أنوين أبون هيق أرمي خال هتسنجي جندي أوارغ عليه الصلاة والسلام أتلس ويكانين تسنجي هس ياغي جندرغو اوستارس ماتلخوي خونمون ظاهر شي زمان شوموغين ابي هيدين الجلات ساغيت طريقه تلو اوستار شابي زي ويردال تيزي بايبي خون هيل حسن افندياس هاب اخ خول باب هبو مخصب خايب اورغاس عليه الصلاه والسلام اذن هبول هيس خون ويردال رسول علم وصول مقام هيل خول روغيلا ازا ازار احيل مقامل تشيس راخيني كولل هزول هانشيل طريقة هيدين ماشل الشعازول حسن أفندياس أول وهانت سبي خون جندا بيقول خيزول تو مقام تين هز بخون هج إبلي هيدين أوارق السخان عليه الصلاة والسلام هيوجي مطلش ويخون هز إذنه هبولي هم خال هز علمه ماشل هيدين مقام هبت أق عزيز بريت كي قناعة تكون بوك أنار وجو بقيلة جوجو أوارق عليه الصلاة والسلام مطلش ويخي جي هيس جو وصية تفتحني كي ماشل خال هريجي بوك إن ريس بوك جو بوكوني كي كيني كي هيل دموج أيجي هابون هم خال هيب طريقة تسول أستار لي هبيزي بايبي كي هيب هيدين جو بوك أنار وصي هيس الحق أسول بيتوني وحسن أفندياس قدس سيرو هنجي هو إمام رباني يسهل الحق أسهل قلب جيل دستان كولا قال إمام رباني في مكتوب الذي أرسله إلى مرزا حسام الدين أحمد في بيان أنه ينبغي للسالك أن يكون ثابتا ومستقيما إمام رباني أبو الوغو جو إمام رباني سبيت أربخا مرزا حسام الدين أحمد خي سالك سمريد السري قولي له أستارس ماشترب طريقة تواجاني قواك أن غص وراء ماشترب كتساسل سوير دلغي كي نبغو جوغي تسونون غبن بيت أنو خالدا قواك أنج إزري قولنا أوروباك ألدا غير ملتافتين إلى طريق إن أخرى تسويق طريقة تلروغي جالز دي وصنج أغون جين ديرغو خاصب جو واتانيغي شزالي واتانيغي نقشوبان دي واتانيغي شبت طريقة تلد خاصب جو واتانيغي هبت طريقة تلد قوقتون جزيري قاربوك إمي تنوي لغوص وأن لا يعتبر الوقائع التي تظهر على خلافه هيدينغو مطلئل بيخي باتانيغي هم خال أوراق على ساتوسا مطلئل بيخاني ياجي تويغي شايخ والي واتلئل بيخون غوص ريتسار الجالغي غولغي خالها بيزي بيهولاري لمريداس جين ديرغو طريقة تالجانبوك جيبجو كونج ازي كولي لغو فإن من الشيطان العدوي هيب شايت أدسان ريخي زريزي بيهولي لهدين جاغو مريد هم خال ميق إري خال تسازوك إني غوص هنجي إمام رباني ياس خالبوكو غو حسام الدين خيم هذه نبكغات خال الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الله سريتس بقيلا نجهب إسلامي نخطئي شرعال دي الله سنخطئي جلت أريد أرال الله قوري أني نلت أريد زك ألشيكي شونيكي هج إلا لقد جاءت رسل ربنا بالحق عليهم من الصلوات أتمها ومن التسليمات أكملها الله سريتس بقيلا هيدنغو بيشاسو أوراقي أوراق زبي قراج أني لا حق أبدين إسلام وصن جدود صلاة 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 قد حصل السرور والابتهاج بوصول صحيفة الالتفات المرسلة باسم هذا الفقير جندي إمام ربانيس أول واحد شكو ديو رخل شوانيلا جندي خيدور قطان كغات واج اندل على وجه الكرم جزاكم الله سبحانه خير الجزاء الله ستوي قديب جزاء بيجي لبشون خريب وقد اندرج فيها هيب كاختيدة جدود سقالي بكاني لهادين إنه لو كانت المبالغة في منع من السماع المتضمنة لمنع عن سماع المولد الذي هو عبارة عن قراءة القرآنية النعتية وأشعار غير النعتية هب دوتسي لخا كاختيد جنهي قلبو جيلا هل باقنا زوخ عينيكي جي هما خال طريقة الله جانب خاتينجي هل توخ عينيكي السناقش قللو جيلا هب كاختيد جانب خادوت سباج عرب حسان أو إمام رباني سباج عرب هنچه ایش جانی بچونی لهیدینگو
دول موهب باق نزوق هم خاحل الشعر بزوق عند أموجين أبر جوش بعد خالي بقول معنى كي هدين قوم موليدا سوق عنك كوجين أبر جوجي جانب بعد أني بقول خيل ده يا صرو تركوا الاستماع للمولد على الأخ الأعز محمد نعمان وبعض الأصحاب هب هيسوق عينك كي تهيز أحمده اللي بقي لدينا الواتس زيتوتسو الموجودين هنا هاني روجلخا لأنهم رأوا النبي عليه الصلاة والسلام في الواقعة شيقول له اللي هيز ده بتشص أورق عليه الصلاة والسلام ويخون قيله نعمت إلخا وهو راض عن مجلس المولد هو أورق عليه الصلاة والسلام جدور مجلس مولد الله سجي رزقه وقانيلا أنتي ويصعب عليهم ترك ذلك جدا هيب هيدن جدور بق أن هبون هنش هسوجي بقونر إنش خا أبجو نسيد هرتوب غابجو خد سبع أحمق أن الله هنش تصالو لبقين أبو خا هنش نسير أستاذة بتصودين أبر ميخال هني هني بقي هنش خاسكو نقشبان ده طريقة هجانب أو إمام رباني يسكي هسول حق أسول قالب جو كله هب هنش تصالو لبقو خا غدينا بق نزوق غوجبية الحق الإمام رباني يسجو جين سوقي هانب أبو لوغو غدين نجير طريقة هالجاني هابن ثلاث طريقة هالا نعشوان طريقة هالجاني غدين ماق نزوق حنيكي بيتسر بيجين أبو كيني لها سؤال طول بوهانجي جدود ماتليل ويكاني لأوارق هيب جدود سهبو لمجلس هالسا هالباق نعجان روغي بخارزيقو وكان الغوغوين أبو هانجي إمام رباني سدان دي قوالي بوغو أيوه المخدوم لو كان للوقاع اعتبار هل ما تقول تريخ كرالجي هم اختريت أمر الجلازجي خلها ببوك أني بأنيلة وعلى المنامات اعتماد هل ما تقول أبزدجي مغج يهبول بأني لا يحتاج المريدون إلى شيوخ هل مريد زب شيخ زبزدي أستاذ زبزدي حاجة لارو أنيلة جند ما تقول بيخ بيخرقي غو ما تقول دناخ كي وثون أستاذ زبزدي حاجة لارو أنيل جوري لغو ويكون اختيار طريق من الطرق عبثا طريقة كويجي هب عدد سجوك كلار أنيشيلة زالت طريقة تالدا بوجي بجوز العكس تالدا ماتلش جو بيخاني تشيستا وماتل دا نخي وثاني طريقة تالجاني بوجي أدابة تاني شرط بتاني غوب تولي بوجي سواسخة التينجي ماتلش بيخار بجوز دا نخي وثاني بهولاري لا هم خجوا درجو طريقة تالسو أستارس أبو ربجي هم غوب جاني بوجي جو كتسونيز كل الله تشيست فإن كل مريد يعمل حين إذن بما يوافق وقائعه سنج مريدس جند قمت إذا ريخ رجالز دريقون غلدنق وقوثون عمال جهبون ويطابق منامته غل مطلبز دقي رقل جهبون سواء كانت تلك الوقائع والمنامات موافقة لطريق شيخي أو لا جند الأسترسو جند مثل طريقة تلدا داند كل بوغيش هجيش خالها بيج وقم غلدنق وثين أنقري لغو وسواء كانت مرضية عنده أو لا غول غص طريقة تجنب الله رزقه لي غول غلا دندي كل بوجيش إيش خاله بيج وقوم خا فعلى هذا التقدير تابط له سلسلة شيخوخته والمريدية هم خال شيخ لجي هم خا مريد لين أبو ربجوت سنجي هب خويز بولي بوجيله شاقول له أستارس أبو لي بوجي غصول شرط ألجي أدب ألجي تون ماتلش ريخرال هم خال راج ألدي هم خال راج أرال هم خال ماتلش ريخر جالز نخ وثين كلو قصو خمريد هيدين إلسينج ماتل أبدا نخ ريشون عليلا وكل ذي هوس يستقل بوصف جندر عقل الدريقون خا جندر عقل دهلنا عن علم دهلنا عن شيء است جندر قريق أرب عقل يلدا غدين الجال راج ألدي كرال عقل جندر عقل الدريقون شيء است بوتل أرجول داري قنص الخامات أبي جروب أنشية سو بيخول جوج بيخولب قدين سنجي جيوجو أداء دينا جند جراك الدكاقي غوب هبيز الشون أنيلا والمريد الصادق لا يكون عنده لألف واقعة صادقة مقدار نصف شعرة من الاعتبار مع وجود شيخي ويت أخا مريد أبو أنيلا هيس أزرقون خامات أبي خان أنيجي هيس تأسكوب جندر أسترجوك أجو آزار گومات لبیخانگی رسول باشد و رسول قدر عن الجویل تین خاله بیلر الهیز هب آزار گومات لجین در استار رسول آبر رعیل دادنده ای استار رعیل است طریبک این اری لرسول هم آزار گوبد ای مات لبیخانگی خا و تلک المنامات و عند طالب الرشید مع دولة حضور المرشد معدودة من اضغاث الاحلام هل ويد أخا مريد استأسكو بهل مطلبيجي توري تشولار المطلب دسان ريك ونجالو جيلا أجندن عملها بولار الخا ولا يلتفت إلى شيء منها أصلا شمنجي هل مطلب دريخ رجالز دجي نقوثين ريلا الشيطان عدو لا يأمن المنتهون من كيده
هب شیطانی ل کوتاه کردن اثر توشمان آخیال مورید زبی آخیرال دشوار مورید زبی تین هل دس هشل حلام اکریال دس بوجر الثنوک اوناریل ولا يزالون خائفين واجلين من مكره هل مكره يلدس حين قرالتون قلوك أنه لخيط أسوناري لكيدوغو فماذا نقول في حق المبتدئين والمتوسطين باي بيخود روغ المريد زبازو حق أثو تيمن خورت أخي روغ المريد زبازو الشيبلا ننشيط أبلي هل جأحي المريد زبتين مخاط هلدس بوجر لك أنار من غاية ما في الباب أن المنتهين محفوظون ومن سلطان الشيطان مصونون كين جهل الأخير الدج أحيال شعيه بشهد أدو مكر بسط صون رلثونك أنولا بخلاف المبتدئين والمتوسطين هب باطل ثروجي الهم خباي بخود روجي الشعازول عكس الله هيل شهد أتسا أمير الميق كذبزي ريس هلتسيك رلوك أنولا فلا تكون وقائعهم مستحقة للاعتماد هذا ريخر المطلب هل موجه هبون غلدا نخر الثين الثي خلها بولار الله مستحق لك أنوار الله ومحفوظة عن مكر عدو الشهد أن عناد هل تصونا رسلون شهد أتسا راك ألدي توجك غوب شهد أتسا ومات وميق بيخيزي بيالسد تصونا رسلون غلوك أنوار الله شهد أتسا بطل ربجو ميق يابجو بيخيزي بيزي بيهول لغوستا فإن قيلة هنچ سؤال بطلنانين أولو هنچ حسن أفنديس أن يبقى إن الواقعة التي يرى فيها النبي صلى الله عليه وسلم صادقة ومحفوظة من كيد الشيطان ومكره فإن الشيطان لا يتمثل بسورته غب أورقص عليه الصلاة والسلام ومتلئ الوخرة ماتلئ لخغب شهد أدسان بكونارين أبون هج إشي لهيب شهد أن الهيب ميقب جو كيني لكيزبي زريس بوغي من أبوناني كما ورد هيدين حديث كيج إشي لأورق عليه الصلاة والسلام متلئ الوخاني يب حق أويخي كلين أبوخا دينو حديث بوغو فتكون وقائع ما نحن فيه صادقة ومحفوظة من مكر الشيطان يب بيخرة ماتلئ جانجي أورقص عليه الصلاة والسلام إذنو هبولي بوغين أبونانيجي يالحوناني تسوجو ماتلل بوغونانيجي الإثل جواب كينة واتويته لخيشي بوغي من أبوناني وجيبا هلتي قالي بوغو هنجي حسان فانديس إن صاحب فتوحات المكية جعل عدم تمثل الشيطان مخصوصا بصورته صلى الله عليه وسلم خاصة به المدفون في المدينة أورق عليه الصلاة والسلام صورته لشيطان مجعونار أبر جويلة فتوحات مكية قرب اسمع الحقيقة سخائي قال بوغيلا أورق عليه الصلاة والسلام غو مكال دا مدينة الدوق قرب هغب صورت هال دا باش اني قولارين أبراب خسلي بوغيلا أصول إمين أورق صوروك أرى صفات هزدشون باش اني قولارين أبرجو بوغيلا شايد أنا دا نشيد بيخيزي بيزي أورقين أبوخا أورق صوروك أرى صفات هزد قولاريلا ولا يجوز الحكم بعدم تمثل مطلقا طوبانغو هما خال بوتلر نور ثم كان نجي كين خبط ابد اي سبي خزرس بوغ سوخا طوبانغو اورغ سول سوره تالدين ابونغور خا متل متل كوبچ اونارين ابرجوري لغو على اي سوره كانت بوتلر سوره تالدخا بات ابد اي سوره تالدني اورغ سولينغ ابون اورغ سوره خلن ابون هرات راعزم بوغونغي غودين اوجال متل خزرس بوغ لاوتو ولا شك أن تشخيص تلك السورة على صاحبها الصلاة والسلام خصوصا في المنام متعسر جدا وأورق السول مدينة الداغي نشيد بوك أراب صفات سورة نشيد ما تلش بيخون توشن أو توشن تابون نشيد راك الله شوز بي هبجو كتاك الزحمات هبجو بوغيلا شاك قولت نشير أبيتش نريخو المطل بيتين تو محكان نارون تبان بيتين كولار الهدي نجالوك ونشلوها فكيف تكون مستحقة لإعتماد هيلد مغج أكين لهبوله فإن لم نجعل عدم تمثل الشيطان مخصوصا بسورته صلى الله عليه وسلم خاصة وجوزنا عدم تمثل به على أي سورة كان ومناسب أيضا لرفع الشأن نقول هنجي هب ورق الصول عليه الصلاة والسلام جندر خاصة بوك أرب صفات سورة الباج إن كولارين أبوناني لشيطان هما خالتيات هناني تجيد سورة الباج إن خبوت لر سورة الباج إن كولارين أبوناني نقول هيش الحق كأبلا إن أخذ الأحكام عن تلك السورة وإدراك المرضية غير المرضية له من المشكلات هنجي غوب أورق عليه الصلاة والسلام إلك ويخو نثي غبصان الحرب الحياة لسان حكمة بروسي هبجو بيهو هبجو بيهو لرو إن أبون بوسي هبجو غوب الله رزيب عماليش رزيب قربشين أو هبكو تاكل زحمت هبش إشكالك بوجو لسامو قيلة فإنه يمكن أن يكون العدو اللعين متوسطا في البين هيد شايقول الثول أورق الصورة خلان نشيد راعو لهارات لبوك أبيخ كلمات لبوك أهباك أدهور طلوك شايد أن حالت إزي ريس بوغيلا ومريئا لخلاف الواقع واقعيا
هم خال بیخول بجوجی غوب آورگس قبل باتانی گیسین بیخول باتانی گی بات آب کوتال بیخیز بیز رسکی بگی لعوشید آلتسا و موقع عن الرأي في الاشتباه والالتباس بتلبيس عبارته وإشارته بعبارات الرسول الله صلى الله عليه وسلم ورق ويخيجي همخ ورقس أبو الراعيجي ميق إكيز بيزيجي رس بوغيلا كما روية هيتلو حق أثبيت سمقعد حديث البوغيلا إن سيد البشر عليه الصلاة عليه وعلى آله الصلاة والسلام كان يوما جالسا وكان عنده صناديد قريشي ورؤساء أهل الكفر ورق عليه الصلاة والسلام تونو خال دوچ اونگی زمان الهیست از قرآن لقرآیش از اول سریخ ها بگی بود روگی کفروز ها بگی روگانی لکفروز مکایت لکفر اهلوگی بگانی لی ای هنچه ها بیتونی بگو اوارگ از سول ابو ربجویلد اصن عدم از دنه لی دا تلیجون گور الخات سری را علیلوگی میخالکی هبجو میق امیق اصاش هید اتسن لی دا را عزبیز ریس بگ این اصول بیتونی بگو أورق عليه الصلاة والسلام هذا دين كفر زب ظهرت أوجي زمانه وكثير من أصحابه أيضا هيدنجو عميرة أصحاب زب يجروك أني لغرة فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم سورة والنجم والنجم أمر الثورة أورقس عليه الصلاة والسلام صواني لغل كفر زب تسبه ولما بلغ ذكر آلهتهم الباطلة ضم الشيطان اللعين كلمات في مدح آلهتهم الباطلة إلى قراءته صلى الله عليه وسلم شهد أتسى أورج السؤال سد هرات الدهورتلوب دزول خانشال ريت سر بعدين ب آيات شبخة كلام غباهورتلوب جو باز بونيلا أصحاب زبز دقيرة عنيلا دول كفر زبز دقيرة عنيلا دزول خانشال ريت سر بعدين ب تو كلام خورتلوب قد أورج السؤال سد تسمع بعدين بهراتلش على نهج ظنها الحاضرون أنه من قراءته عليه الصلاة والسلام أذكرك أذكرنيلا أورج أبر الرعبين هر لهذا لين أبوخا دول خانشال ريت سر الرعبي ولم يجدوا إلى تمييزه سبيلا أصلا هذا جو أورج السليش شهد أتسى راعي زبور جويشين أبو بعد أبقى الثالب حاجة بوك إنجيله ففرح الكافرون وقالوا إن محمدا صالحنا ومدح آلهتنا أورج محمد السيل خجدور خانش الجريت سنين أبون لا دول كفر زبط سانش دول جرو خانيلا جدور جون جريق الجهابون خانش الجريت سنين أبو وتحير منه الحاضرون من أهل الإسلام أيضا دول أسكرك أبو السربة بحيران قخط أن الحيران ثاني للشيب هاب شيب جوين هابون أورغس على سوت الصم أبو رجوي شغب هم خال ثلارقون حيران ثنوك أن الله ولما يطالع النبي عليه الصلاة والسلام على كلام الشيطان اللعين هذا ودوب شيط أدى سموك بهذا بجو أورغس تا على سوت الصم تحج إلا غو بيج إلا الشيب نيك جو غستار عيج إلا غو غستار تحج إلا الشيب غو شيط أتصور لو جبار بجو فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما الواقعته فعرض الأصحاب الكرام عليه الصلاة والسلام إن هذه الفقرات قد ظهرت في أثناء كلامك قل حيران لهم غدين كرمخ قل كفر زبي روخون كرمخ أورق سي قلبو كارب جو شبل شبل كثوهر جوين أموخا أصحاب زبي أولو تنجي هادين راعب رجعني لدور كلام الدهور طور هادين راعب خا خانشال ريت سرب راعي كاني لغبا فحزن النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وفجاء جبريل عليه السلام بالوحي لبيان أن ذلك الكلام كان إلقاء للشيطانيا هما أورج عليه الصلاة والسلام فشمال ثاني لا جبرائيل ملاك واج أن أو جبرائيل ملاك سأبون إلى هل شيطان أدل راع بروك أنا شيطان أتصدر كلام دغوت جورا زهرور لين أبون هيش الحق الأول تنجي بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته أي أورق السوء عليه الصلاة والسلام دودوغي دود سريغي أو تونيغي أورق ويتيج إلا أورق السوء عليه الصلاة والسلام غزول غزراء عزبيز خشهد أسو غرط جوجوباج أغوين أبو فإذا ألقى الشيطان كلامه هنش أسأب لوجو هب أورج سو عليه الصلاة والسلام راعي على الغرش هسه كلام على القرآن شو راع بس دا آية هذا الغرش شهد أتسا غرش جواز هبول مخال في أثناء قراءته صلى الله عليه وسلم فمن أين يدري أن تلك الواقعة محفوظة من التصرف الشيطاني نكيد كيسان إلى ثالب دوب ما تلش بيه خلب جوخا شهد أدسا شهد أدو الغرش كلام جواز بيه على دسا تصنع ربوك في الحزق ولاريله وما صنة من تلبيسي مع كونها بعد وفاته صلى الله عليه وسلم هي ورق على سطة دنيالتون اون خدوس سبوغيب ما تلوخا نخيد غوب تصنع رتون بوكين حق ورق ويخا نجيسين أبو لبجور نخيد راعو لبجور شهد أتس راعي زبيزي ريس بوكوني لا
وفي حالة المنام هي التي هي حالة تعطيل الحواس شاكو هيدنغو ما تليش خاصكو ما تليش نشير كينا نجيولوغوي هما خاص عدوريتشان هما خاص نشيدو قول ثوارب حال تروقي مخلخة ومحل اشتباه والالتباس هيبو قيل ما تلو نشيد أبو لبجو هما خان نجير بلاجين نشكو نشيد قو ثوارب زمان خان نشير قو أرغنال جراغورا نوقي مخا ووجود الانفراد الرأسي عن سائر الناس ووجود انفراد الرأي عن سائر الناس هيدنغو نشير بيكرو عقلو الدل نبوقي مخا عدم زول بيكرو يلدسا أو نقول هيدنغو نشيد سأبيل إلى إن كونه صلى الله عليه وسلم راضيا بهذا العمل المرئية في الواقعة من في السورة كما يرضى ممدوح عن المادحين هيدنغو عليه الصلاة والسلام غو أورق ما تليش غو رازيقو ويخي باتانيقي مولد أحلمه ما تليش ويخي هيبوك إن بيقول إلى نشيد غو نيش ريت سراوشي هما خالت ريت سولجي سرازيش هراو عدين برازيش هيبوك إن بيقول لغو إمين غو بلاجين يلتسيج أنيقها لما كان متمكن في أذهان قارئ القصائد وسامعها ومنقوشا وفي متخيلاتهم هيدنغو غزول ريك إيش بوغيثل جدود سابولي جو سيك أبجوين أبنخا غول قصيدة بأحيقي شعر بأحيقي إلتسنغ غزدا بيخول بجوغي جدوي قبطل بجوغي داري قارئ بيخول بيخي بقوني لبيخول بجو جاز أن تكون تلك الصورة المنقوشة في متخيلاتهم من غير أن تكون لتلك الواقعة حقيقة وتمثل شيطاني أي جدود قول ريك إيش بيسون شلاشموغي باعتقاد داري قارب جو ماتلش بيخي زيغي ريسوكوني لغزدا وأيضا إن الواقعات والرؤية قد تكون محمولة على ظاهرها وحقيقتها وهي التي يراها الرأي بعينها هيدين تسوتسو مخطيلة بيخو لبجو ظاهرة لديكي باتشوني لبيت أنخا بيخر كوتسل معناكي هبولي ليشول كما إذا رأى صورة زايد مثلا في المنام وكان المراد بها هو عين حقيقة زايد مثال تسوتسو جو يشول نيلا بيخر كوتسل تأويل معناها بنتولي لماتل ليشول مثال تسوتسو ويخر ميخا غوشي مراد بك أنين ماتل لسان وقد تصرف عن ظاهر وتحمل على تأويل وتعبير تسوتسو ميخا ماتل ظاهر معنى قوري بات إني معنى يلدك باتشوني لا بات أبت ماتل بات أبت أيسا معنى هبول للوصوخة كما إذا رأى صورة زايد مثلا في منام وأريد بها عمر مثلا بعلاقة مناسبة بينهما غزده رطلوب مثال تسوتشي مراد ويخان إيجي ماتل غلدسا معنى بك إني بولي لا بات أيوشي قصد بك إني بولي لا ماتل ويخارو چي قورو خاصكو بات أيوشي شاكوش غلق إيوكو تساد خور خلال صداق روغيل هيدين معنى بك إنا شعول فمن أين يعلم أن الواقعة الأصحاب محمولة على الظاهر غير مصروفة غير مصروفة كين اللي نشيد سالب أو بيخرمات أو ظاهر إيش غصول بس كولب بات أي معنى إيش غصولها بيز كولب ولم يجوز ولا يجوز ولو لم يجوز أن يكون المراد بها وقاع المحتاجة إلى التعبير يشونني هل تعبير غل خلها بيزي هم تأويلها بيزي هذه كلارش اللي غل ما تلبزه ويكون كناية عن أمور أخرى يشونني غبي خرمات أو تسوي جو مراد بوجي بوك إن به ليلا من غير أن تكون لمثل شاد أنا في مجال غل شاد أدور أباك سوين جريسج هنجي وبالجملة حقوق حاصل أبونين أولوجو ينبغي أن لا يكون مدار الاعتبار على الواقعات هل ما تلتريك رجالز دا بات أد بازي ريسكو يج إلا باج و باج بازي بهيلار إلا نشير شارع دا باتاني قد أريق أتالجان هارول الشين نجال ما تلأباز درورتون ما تلأباز دا نخر الشين بهيلار إلا فإن الأشياء موجودة في الخارج فينبغي السعر حتى ترى الأشياء في الخارج نشير قول إلا زاهير دا بوغي بكوتسات شارع دا بوغي كوتس أريق أتال بوغي كوتس أدابا وغيتس أنو خادزي فإن ذلك هو اللائق بالاعتماد وليس في مجال التعبير هي ظاهره الدبوج جول ده نخكرثون هيل ده موغج ايجي هبيز ريقوليلا هينب سينجي ماتل شريخ كرجالز ده نخكرثون خوابيز باقي هيج الى وما يرى في الخيال فهو منام وخيال واصحابنا هناك يعاملون بوضعهم ورائهم في من مده مديده وزمام الاختيار بايديهم هيدينغو تصوروغيلا نجور اصحاب زبيخا هيدين او جدورغو رايو او ده جدورغو فكرة بزرق قون عمر زمان نقر لون جدورغو فكرة اختيار الدرق قون جوجي باتشون لخا جدورغو چلوقشو جدورغو كدورغو قاعدين التنجي هيل جالز دا نقر لون هبشن جو امام ورباني اسان قوية لعلاكولا دو زمان يسلسكي حسن افاندي زمان يسلس
дол матлил аварг алисатосан уханин матлил жиндергу устар уханин абун хес хе бугил жинди тариқат матлиз ихтиярин абаржуал дасон соцучиас мурид заби кузе мурид заба зуир дол матлиз жураяли қараб жоха ай хабабго хили қарабут их кузул хақасул қарабу эцинги Един алжалаца уирдал масли алчиас, еучиас еу мурида стажанеб бук арабги диния братс ахибатани ги осурек ел халт ибатани ги хевжо фасад хабунани гуронани, еучиас енев жанеб хеси ратс ахиги бат иняб халги шимни ги жутлуларила адиги кушли хабунани гуронани. Ай гучиас ол жан сирак фасад хабуни гуронани. Элцинги хел نشر طريقة هالسول سرقة بهلوك إن كل أوراق السباق خراب على سطح الصام نشر زمان الشيء زعان ستهزقه أجو يوسترس أجو سازد بتصار نرتجي هبورال هالشيء هم خاجدوت اختير إزنوجي اختير جبوجيل شدة لي إزنوجي تورال هيدين ال ستهزقه أجو بيخو نصرالخا التينجي هيدين ال هيج أناني نشر حقيقة طريقة هالحبول حاصل هم خفايدة تلارغل Аллах снеси хединал шейх забазул, устар забазул, баракат, хезу адаб цунези, адабал цуну хвадзи, Аллах снеси тауфиг лагиха. Ассаламу алейкум, рахматуллахи. Нехлер калкумат, баевик хизан. Тарихи дебрук унан хагал тариас лидарсал. Сен ролика дахдубук ана, ценги ролика хадрук нук ана, хадугур амаз мустады шуял. Тарих хорали, ценги одна замок, нехлер лагут нук ана, إن شاء الله الرحمن الرحيم سال هنچه قبایی کله هدیم که معاوضه کار کرده بود که دوست دار هر روز روگونه اتلاع درکن کلی بود که نه صردوگی اتلاع کاکون خواست سال دلیل بگونه هر صردوگی این زمان اتلاع خواهد لیکو خواهد که چون گنده هنچه الله سال حسن است راست که هدیم که امام ربانی است که هدیم که حقیقت ما شاید زبان سگی اتلاع فورا نقطه سعی اتلاع فت لگی حیات هلدا دوب انسان سول شرح هذا العبادات عاد أسقلي بوخا جانب حضور هج أني هرقلة جانب روح هج بشرح هذا جو كان بيرس هنا كان شلد الشرب وقولي كشرح روح هج أني والله صن فداش بخبرك إنه ودين قو هقول عاد عبادات كي جانب حضور هج أني جانب الله سبحانه قي هج أني تقوى هج أني سن مسلك على هلوجي وشو جن من سنك مناجاة هلوجي اللي قلت هج أني و کیم بیاد سینه بگونه که او حاوله بیاد آتشل پیدا ده هفتن ریکونه بگو. آورگه سازن علیه السلام سعی باج عرب حدیث هایی قبل بگو. انسان سی لبالة کاکل سین شوریلا هس بیچون براب ثام براب گرانی. ای حضور دا سؤال اتشل سعی انسان حاوله قلور خیاتشل حکمت لان معنا لان لیش به او گل بیچون الله رکال کن حاوره قدر گرانی. إذا كان كاسان إسيا كيري شلارين أور معناه الحديث بوق عليه الصلاة والسلام في سرب. لازم قبل تصوف كلها مثل تقول شريعت لأن حضور الذهبية لأن ثلاث شنو بنوخ شريعت كي طريقة كي حقيقة كي تصدى سبات أهبز بهلورو شجرة اللي هب كلها كنا بقول سوق أور جس عليه الصلاة والسلام إتسوقان شو خل بلين شريعت مثل سا الله تعالى ركوز هذا شريعة رام كبيت أنون أمر بدوراي نهى بتي طريقة هبهول بجو حبيبك تهيبك الله سبحانه وتعالى هبرادسية الله هبون حبي هو بجو حبي خا هبنيه هذا حقيقة سنجي هبول جو أتلو سنجي شيم نجي بعد إياه بتسلم مراد يكون وده بدران الله قرني هدينا بكوز هذا هب حبي هل سنجي هبوك خا توجو سنجي استوجي قصان شو خو لبلين توجو يسخن قدمت اون معین هتلتی سباد آفیز به دوره. اما شریعت هچ اونه طریقت فکر رو. شگر هتل که کی باچ اونه کالگی کچ اونه حلال حرام مطلوب رقابی کت اونه چون اونه سعی باس ودینان اوجی چه سلط طریقت هتل پیداش بخواب کنه. طریقت فکر هتل چرا تقبل دین کاملی که آفیز بوجود که آفیز گذار دین کی کامل فلیب. هتل طریقت هتل شریعت و شریعت. شریعت کاملی هون توی بود طریقت کله حیات که داره خیلی سنگ تاهید آدیان و قم تلاشون الله سلطانی حسین حضورتی همه قط آدیان و کن که مگه نگه هل سنگ تله هر جا قوزنی شریعت چون قرآنشون ریکونی بگو حیال
سنجالی زبان سگی طریقت لوسر زبان سگی حاول ابتعات عبادت بعد صدق و اخلاص صدق الله سعولشون بیدرن و الله آدی و الله نوجه لود نبیزه شرخوی روح حدن طریقت و این که و بذکر ارتو دید سگی باش بیکنگی من چه غب بده خبیسانه حاول جو کتک دون کی کی دوست کو آبوجی بکنه و آورگس و حدیث و خدای صلوات و سلام حدیث نگور قرآن آیات وگو الله سؤال وگو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي كاكا الإنسان أخذ قليلا سنجي وحشية سنجي شروك بكلام الله كودي الله شعرك فوق رجوع الله ظلم أبي الله نخذ قليلا كاكا مجو آيات هذا الله سؤال القرآن هذا هنجي تلسى قول شو كاكي بلا سنجي تادي جو أصلي فرجك كاكا سريخ دراتي بتلقي الله هيدنجو زوحا سنگ آوا بینال ویت ربی تاجد گیبلا هدیم بیم از هداخ نتیسا سوساد زوم گیبلا سنگ کلی کورت لب سنگ آماده کی حالت زبلا سنگ شریع و رخابی گیت هلا اب حکمت شیبین اول مهال او اول مخا کاک بعضی کلی حق بانگود ابی لاب الله از آل روح حق شریع تسل کنان از آل روح شروط و رکان وگیت قرآن هدوم تعلیقات الادب و خی حضور الدا سنجي صاوي اللي بيتشون هاوي اللي بيتشون هدينا باتش اب غفو غبراب تاسبي كيزين براب شارت سنجي ركنو كامل هيج غبراب كاك بوكينال وش نيتنا خش اول هيج الا وكوشا كودي اسين اون اول وعلى زوسا هل دوغو رسلر معنا شو صاي هو ادس قلبوغو و زيكرو شوغي اورس ادب هابيتش اناني ادب هابيتش اناني اول انسان سوت نابورت راک تامخلی کرد براک بیشتر لکلی نبود. همچون هرگاه بگویم میکنم جدیده حیات دولت سنجی امیر جوش جواب داد. داریم تلگروک آن امیر الله رزق الله کریسون مراقب ابی گهارون رگونگی. که سنجی دل سن مرزی بازو سن دوب صبح این کلی. اشی بتوان مراقب گرونگی خش ازلی وق امرید. حالا بگو این کلی دوست سو افکت میخوره رو با خیمه. بگو نمیشه لوح این رخشی بگو سر تو بگذل و به فکر اون رو، هنچه اش بین اون اور آرمه خال، اصل جواب بطورن، حق به حق دم خاموگان. وقت آریا تا اصل آداب هیچ اونانه ذکر رو بزول، آدرس اصل آداب هیچ اونانه، وقت عکس فکر تو لیله، وقت راک بیست ها بولیله. یه سعی دیگه لطفا نگه تا وقتی که الله س، هی الله س آلترال شریال عرقبی، الله س امر بی، الله س نخچ ایال، هدیم که سعی حال حرام کن نبگو. شارت بیکی زبکه چونیزه، سنجیدا صداق هی بهول وجو، سنجی قد الله سعیالشون او رازیشی مراد دل دا، تو مثل سوال هول بیچون، طریقت هش رو سنجی طریقت هش هرگز گرایشون، هی دینه بیشتر این هتلی الله س، و قیام سؤال حسرت فاشمال سیاب کلی بخه، دنیا دروغ میخواد، نسل دامیار بسیک اما هبلاين رقل دیگه کن. اتلاس کوتاه کبشن که تعاط بعد که هول بین الله رسولی رکل دیکون دورش شرم خالش اروگو تر میخالش پشمش لروگو رک و قل لروگو حسرت هدنا نهبیت آم خود لروگو که خوب کنه کی دو گونه اتلاس بیشون جو خو خارق اصلی هستن دنیا دوباره آخرت هستن خارق اصل کلی او خدا که این عمر انسان دنیا رو رکوب تعاط بعد تابون نگی که این سنجی کاک آورانی که صداقت لونی که زکات و خنگی هلگو صداق سنج تویست رای ابون راک و قزبون توجیهشو تونک حسون توجیهشو خبوت سیب خون سنج هدینگو عمرال مناهل عدم از دگل سنج عدم از رسولک و الله رسولک خه حالا و مناهل جهارون هو آخرت لج ارمی خل دل ناش خلال اصلا هت از بگل خه اسرای ابراو اسراق و قزبراو او نقصان غبت هم کشراو اسبوتان شراو سنجی اس و خدوس مات خبر ول و عدم راجون سنجی دوسوب ناشی بیت از اساس سنجی کل کلیله وقت باید اون لوبو ناشی از عرس میشه اون رو لخه تون 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 سنجاب که آن نمره بگه نگه هم برو شیجو تلوچ اون رو لخه راست خود آدی باید اون هیچ اونه و بگو جو تلو لات وی خل و کنیم دیگه تلوون ناشی لجی خود اول نخه اساسا جو تا و هولل هنچ باید کل سنجی وضو کشته باشید لزه وقت قدر داد آخر از سنجی قول لکه باز بگه لامیر المیر و دل منال گتلون و گرایششون هنچ وجود حلت اوله. هیوگل خارق اس.
نتلاقي سيدنا الله صلوب حياة الله برد عاد عبادة تقوني زي قرامه غوب عدد خليها خبيج وان حبرو جو سنجي قيمة سؤال تيات لازي كيش قومك إنه قال ما تتقونون هذا مزو راك أو راك وزريج وان ورق راك برطل لغراي أبيج وان شير بوتسي خونج وان زومو هبيج وان ناقصن غارق ديج وان غبطفن هبيج وان حابونا نتاوب جيبان إيو هبيج وان خطول رو إنسانو غو زائف وشي سنجي أورق زبغور نتقونر يجي لخا ودين حبرو جو سن تاوبو هبي الله سنتلت لرب دارو بغو دارمامو غهبي دارو دارمان نغلان لس هل سنجي هب تاوبو نيجي هبون غو نتلس راكو قدر شيئا سخيغوب شو وستاسكو رو موت أسفل نيوان سنجي كورا بسو غو ناقص نيوان سنجي واس غيبات همو غو ناني وسوق شوار غيبات هسي أسكو رو غو نتأسفل نيوان غو دين نتلس تاوبو هبي جو ناني غو بجو نتلي آخيرا تلدا نيني تخارق أسلي أسلي أمي رب سنجي بات شيز غو رب سنجي ناشل الهود الله سويق نوح الأبنك الله تتافيت لأي خاهل ما شيخ زبزا صدق هز مطلق هز أبر الأدلق القرآن طريقة تطول سنجيه برسين قد يلدى حاول العباد الله سيولفهم بعد صدقه بيزي هدنكو طريقة الأرادة زرقل استغفار تحوبو راك راك أحلبون دو حرورو مناهزة سن راك بوحون تحوبو جيه بيزي سنجي أخيرا تطول نلتكو راك خنخا دو مناهزو هيرا ستوتقل نتلتها الله توتقل شي بيهاقو أنا باش شو مغلد سعودية سنجوب تارها بق أو تارها مغلد لون أنشي سكان زحمة بقنا خاص كوف هذه موسم سبوس كلسان لدينا الهيرة لون من هذا قرأت شنو أنشكون تقود قني روكنا خير صلدي الله سأتلم مع شيخ زبز خالات عمره تلاقي سنجي هزي شو الله سأتلم تلاقي هلا والله سأمنا جهزو دعوة تأيم هبيك الله س تلاقي تقود تلاقي خلي قدون يالله قرأت إنه إن شاء الله الرحمن الله سنتلر كتاك كل جي بوجي جي بقو آخرة تلاقي خلي قدون صدق أدرك إن اللين عليه الصلاة والسلام حبيب رسول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.